عندي 2700 أستاذ في الإعدادي اللي ما عندهم استعمال الزمن، وعندي 880 إلى 82 أستاذ الرياضيات والفيزياء ما عندهم استعمال الزمن. هادشي راه واحد التحرميات في وزارة التربية. أستاذ بالنسبة أستاذ بالنسبة للمعلمين أستاذ غياخذ التقاعد. أربعين عام ومناضلة. واسمعني نقول لك أنا نجاوب بلا نضال ولا 30 عام. هذه واحد الحاجة اللي عاد اكتشفتها أنا بثلاث شهور عاد اكتشفتها ملي درنا الترقية، وأنا كنقول لهم الترقية أولا بالأقدمية، ثانيا السلاليم اللي كانت مضروره في وزاره التربيه الوطنيه هي اللي غادي نرقي. كان اكتشف صحاب السلم سبعه وصحاب السلم ثمانيه، هادو هما لي زانسيان كومباتون د وزاره التعليم، هما ديال لي سيفي ديال 75 76 سيفي ديال الاستاذ التعليم الابتدائي صافي. وبعدا غير يشرب ملي جاو مالين الشواه خداو ليكم البلاصه ولا حكم صحتهم وبصحتهم ايوا بقيت ما بصحتهم على حساب الدوله هذه تحرميات على حساب رجال التعليم ونساء التعليم بصحتهم في الفضاء. هذه الملف هذا فيه 4000 في المغرب غادي نعالجو هذا العام ان شاء الله. شكرا نرقيهم كاملين. شكرا ولكن خرجوا من الحركة. اكتشفت انه اللي دايرين المظاهرات وداك الشيء هما اللي عاد خرجوا عندنا هذه 30 اللي قلت لهم سمعوا انا غنعالج السلم تشعب ولكن غنبداو بالقدام ما عجبهمش الحال. جاو داروا المظاهرات دكدكتهم مشاو للاقسام ديالهم ورقيت القدام. استاذ من فضلك استاذ انا عندي الترقيه استاذ عامين استاذ حينما سمعت انا مع
واسمع واسمع، اولا 25 عام هذا بيناتكم قديم. المهم عندي انا هذا العام، هذا العام الامتحان ديالكم مطابق على العمل اللي كدير، ماشي يسولوك على فين جا البناء ولا فين ولا الشعل اللي لقيت ذاك العام لقيتهم دايرين هذا العام. اولا الامتحان كيطبق على المهمه اللي كتحدي. دابا صور.